طب ينفع كده؟ عايزين بياضة كبيرة. طيب واحدة كبيرة. طيب يلا خليكم معانا نرميها. يلا صباحكم فل يا رجالة، الساعة 2 بالليل اهو. طلع عينينا، كان نفسنا نصوره لكم فيديو واحنا بنطلعه، بس يعني طلع عينينا على ما طلع، طلع على الغماز. ادعوا لنا بقى ناخد اخوه. هوبا رعادة. رعادة ايه؟ لا مينا ما فيهاش هزار، هنموت احنا الجوز. ارمي على فوق وبعد كده نصرفها. لا تحت يا عم. لا ارمي على فوق، ارمي على فوق. انا هروح اجيلك. كده مش عايز بس بدل ما تضرب. ايه ده؟ ايه ده؟ الله عليك. الله عليك، الله عليك. ده حلو، وزنه حلو. مش طالبه كهربا. بتاع 3 كيلو او 2. يعني قرموط ورعاده، انا هاجي هنا كل يوم والله. صباح الخير على كل اخواتي وحبايبي متابعين قناه صيادين سمك. ده كان رزق سهره امبارح. قاعدين من الساعة 5، زفرنا الدور بتاعنا وظبطنا دنيتنا وابتدينا شغل على الساعة 8، واتحركنا الساعة 4:30. كل ده جاي على الغماز، شعر 25، رمال 20، عود رقع 6 متر. الدور كان في الزمالك، الحمد لله الدنيا واكلة كويس جدا. انا واخد دول. لم عليا يا عم تجيبها. ماشي لم. طيب لم. تسلم ايدك. الميه جوه لك. جبت حاجة؟ جبت قلت لها ملهاش 30 لازمة. أول استفتاح أهو يا رجالة، النهاردة 28/9، النهاردة الخميس، الساعة أهي دخلت في 10 إلا ربع. أدي أول استفتاح معانا، النومة حلوة أوي. تاني النومة معانا يا رجالة صغيرة، فهنشوف يعني نرميها يا اما هنطعم بيها. خليكوا معانا. تعال تاني النومة اهي معانا، تقريبا نفس الحجم اختها. الله ينور يا منى. وعليك السلام. براحتك براحتك. تقريبا لسه متفرخه من يومين. يلا ادعوا لنا يجي لنا حاجه حلوه. شغل الحداف اهو، ابتدت تقول معانا على الحداف. اول النومة على الحداف ورابع النومة معانا النهاردة اهو. طب هي بياضة واحدة وبتاكل معايا كل شوية، ولا هو النهاردة البياض كله حجمه صغير؟ حتى سايبها بطعمها اهي. يلا نرجعها على المية تاني لاختها. اول مشت بولتي اهو عليه القيمة يا جماعة. صباح الورد والياسمين على كل اخواتنا الصيادين متابعين قناة صيادين سمك من مصر ومن كل الدول العربية. ده كان رزقي في سهرة امبارح يوم الخميس 28 صباحية الجمعة.
المية كانت شغالة معانا تمام لحد الساعة 1، 1:30، وبعد كده ابتدت تمنع معانا لغاية 4:30 بسبب ان القمر كان كاشف علينا بزيادة. الله ينور يا علي. وعليكم الله ينور. لايف يا رجاله، مع الدور تالت مرة. عاش، ربنا يكرم ونكمل باقي اليوم. أنا بياض خش على لا بياض تعب الراحة النوم تعالى عم هاني وشك حلو النوم مش قلت لك 12 بتشتغل نومة حلوة زي ما انتوا شايفين بتصور لهم بالمشقلب الناس اللي كانت باعتها لي كومنتات بتقول ان النيل مش شغال اهو يا رجالة بس خفيف ما اي انوم كبير بقى ايه وبلع واهو 25 عشان اللي مش مصدقين احلى مسا على كل صياد ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا رجالة النومة برضه تعالى يوم الأنوم العالم صغيرة صغيرة أحلى مسا يا رجالة النوم شغال أهو زي الفل عشان الناس اللي بتقول النيل مش شغال أهو شغال والله والله شغال وبناخد سمك خليكم معانا صباح الورد والياسمين على كل اخواتنا وحبايبنا متابعين قناة صيادين سمك الساعة دلوقتي 3:15 لسه راجعين من على الدور في الزمالك الحمد لله كانت معانا النوم بس الأكل ضعيف شوية ضعف عن الأسبوع اللي فات وصلنا على الدور زفرناه وظبطناه وجهزناه إن احنا نبتدي نصطاد عليه الشغل كان 3 ساعات ونص ما عدناش كتير المرة دي العدة المستخدمة عود رقع 6 متر مكنة صغيرة خيط 25 أساسي رمال 20 سن 8 ملوي طعم دود أرض غماس صغير على بلية واحدة طبعا موزون واللي حابب يتعلم ازاي يوزن الغماز هيلاقي الفيديو بتاع وزن الغمازات موجود على القناة عندنا